سبحان الله. هذا الدين يسر، هذا الدين دين يجعلك تتعلق بالله لا تتعلق بالخلق. اعبد الله، التجئ إلى الله. لا، بعض الناس لا يريد إلا يذهب للقبر ويذهب للصالحين. الرقية سهلة، أمر سهل، اقرأ الفاتحة. قال لا، نريد نذهب نصنع رقية كذا يأخذ أموالنا. والله بعض القبور يحج إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. وخشوع عند القبور من بعض من يعبد القبور، لا تجد خشوع. هذا خشوع عند المسجد، يلعب في الجوال هنا، لكن عند القبر ما يلعب بالجوال، يخاف من صاحب القبر، يقول يراني. طيب الله ما يراك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية، يعني الدين الخالص المبني على الإخلاص والتوحيد. أتنوم محمد يهرج بها ودين تريتاوتي زيزا إتباجنا شريك. السمحة، سمحة دين يسر، دين سهولة، لا يوجد مثل هذا الدين، لا يوجد في الإسلام أن شيء لا يمكن تصل إلى الله إلا عن طريق راهب ولا كذا، ما يوجد هذا في الإسلام. تطلب من الله مباشرة، ما يوجد واسطة. ماذا تريد؟ بعض الناس قال لا أريد واسطة. طيب واسطة يذلك، يأخذ أموالك، يضرك، لا ينفعك. التجئ إلى الله، اترك الخلق يا أخي، اترك الجن، اترك القبور، اترك الأحجار. وأمر فيه عزة لك،